وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس. دكتور أيمن، أهلا بك معنا إلى هذه التغطية. وطبعا يعني نتحدث وهذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تقترب إلى اكتمال عامها الأول منذ أن بدأت في 7 أكتوبر الماضي، ونتحدث عن ارتكاب آلة الحرب الإسرائيلية لمجازر مستمرة. كيف ترى هذا الأداء الغاشم والعدوان السافر من قبل القوات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، في خاصة في الأيام الأخيرة؟ بعد التحية لأخوتي الكريمة ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام، إصرار الاحتلال على طبعا جرائم ضد شعبنا الفلسطيني واستهدافه بشكل متعمد المدنيين في ظل هذه الظروف طبعا تزيد الامور صعوبه على طبعا للحاء الشعب الفلسطيني العزل. يمكن تطور في موقف وكاله غوث تشغيل لاجئين الأونروا والامم المتحده بشكل عام، حيث ان الحديث عن استشهاد 6 بالامس من المدرسين في المدارس والذين يتبعون اليونيسف، وهي اهم من اهم المؤسسات التعليميه التي تعمل في الاراضي الفلسطينيه. صراحه نبه العالم على جرائم الاحتلال، خاصه نحن العالم يستعد الى اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده، وعندما يرتفع عدد طبعا الشهداء من مؤسسات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة لأكثر من 200، فهذا الأمر مزعج بشكل أو بآخر، وبالتالي لابد من أن يكون هناك حراك طبعا سريع دولي لوضع حد لهذا الإجرام ضد شعب الفلسطيني. بالتأكيد كل هذه الأمور تأتي في سياقات طبعا عجز دولي على إصدار مذكرات إيقاف، وتحدث كريم كان أن هناك تمارس ضغوط عليه، ولكنه سيعمل قدر مستطاعته على إلزام الجميع في ذلك. وكذلك حديث طبعا الأمم المتحدة بشكل أو بآخر على ضرورة أن يتم طبعا كبح جماح المحتلين في سياقات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبالتالي كل هذه الأمور تأتي في سياقات إجرام الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني، وضرورة أن يكون هناك وقف لهذه الحرب. وتبذل مصر والدوحة جهد كبير جدا لإنجاح جهود التهدئة، عسى أن تقف عملية القتل والإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني في محاولات جاد بصراحة لإنجاح هذا الأمر. والأمر يتعلق حتى الآن بالاحتلال الإسرائيلي الذي لم يكترث لكل هذه الإجراءات، ولم نسمع يعني بالأمس كان هناك بيان واضح من وكالة غوث تشغيل اللاجئين من حركة حماس، ولكن لم يصدر قرار حتى اللحظة من الاحتلال للحديث على قبوله بهذه الجهود وبقرار 27-35 الذي طرحه من مجلس الأمن، وقبله خطة بايدن في 31 مايو للحديث عن وقف عمليات القتل ضد شعبنا الفلسطيني والوصول إلى هدنة تنهي كل هذه الحرب. بالتأكيد كل هذا جهد يبذل في مرحلة حساسة، وخاصة كما أشرت أن هناك يوميا يرتقي عشرات من الأبرياء في قطاع غزة كل ذنبهم أنهم فلسطينيون. نعم، يعني حيك تحدثت عن أن استشهاد 6 وما يقرب من 220 من العاملين الأمميين في قطاع غزة ربما ينبه العالم في الفترة القادمة حول جرائم القطاع، جرائم التي ترتكب في القطاع، ولكن يعني لم يكن العدد السابق كافي لأن ينبه العالم وجود مجازر تحدث على أرض قطاع غزة؟ بالتأكيد هو كان يجب أن عندما ليس فقط العاملين في المؤسسات الدولية فقط لمجرد أن يرتقي النساء والأطفال شهداء، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي، ولكن للأسف الشديد المجتمع الدولي ظل صامتا كل هذه الفترة، والأمم المتحدة تحركت لأن الأمر بدأت يعني تشعر على أن هناك إجرام منظم يستهدف مؤسسات، خاصة أن الاحتلال يتحدث بشكل واضح أنه لا يسمح حتى لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، وبالتالي كل ذلك يأتي في سياقات واضحة بضرورة أن يكون هناك وضع حد لهذا الإجرام. تحرك الأمم المتحدة يعني كما يقال أختي الكريم أن تأتي متأخرا خير لا تأتي أبدا، يمكن استفزهم بشكل واضح، وبالأمس استشهاد 6 من العاملين في اليونيسف في مدرسة في النصيرات، وبالتالي أصبحت العامل مهم جدا. أنا أعتقد أن موقف الأمم المتحدة بشكل عام هو موقف مهم ومتقدم، وهو يتحدث عن جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني. طيب يعني إيه نوع التحرك اللي حضرتك بتتوقعه من الأمم المتحدة نتيجة ما تقوم به إسرائيل الآن من استهداف الطواقم الطبية والعاملين الأمميين والموظفين الأمميين في قطاع غزة؟ يعني أولا نحن نتعامل مع كما هو مافيا، يوجد مافيا في المخدرات، مافيا للسلاح، يوجد مافيا للسياسة، مافيا السياسة تقودها
نتنياهو وحكومه الاحتلال. وبالتالي هو لا اختي الكريمه لا يكترث لا بمواقف دوليه ولا بقرارات مجلس امن ولا بقرارات جمعيه عامه، لا يكترث كل هذا الامر. وكاننا بالفعل نحن في طبعا في غابه يحكمها الاقوياء واصحاب السلطه والنفوذ. وهذا ما يحدث بالضبط، يعني عندما نتحدث عن 41,000 شهيد جلهم من النساء والاطفال، مؤسسات امم المتحده يفقد لها طبعا شهداء، المطبخ المركزي يقتل له 5 من عاملينه في واضح النهار جهارا نهارا، يقتل مواطنين يحملون الجنسيه الامريكيه في الضفه الغربيه، والامريكان يقولوا قد تكون الرساله الرصاصه طائشه وغير مقصوده. كل ذلك ياتي في سياق ان نحن نواجه مافيا سياسيه يقودها نتنياهو وخلفه طبعا صناع القرار في الولايات المتحده الامريكيه. لذلك نرى هذا العجز الدولي بشكل كبير جدا، والبلطجه السياسية التي يقودها نتنياهو وهذه العصابة الحاكمة في تل أبيب. هذا ما نعاني منه بصراحة أمام عجز دولي ودعم أمريكي متماهي مع الاحتلال ومكابرته بأنه غير داعم للاحتلال. ولكن حقيقة الأمر أنه الداعم الرئيسي للاحتلال هي الولايات المتحدة الأمريكية. وهذه العصابة لما كانت تمارس كل هذه البلطجة إلا لأن خلفها دولة كبيرة وعصابة كبيرة هي الولايات المتحدة. طيب بناء على كل ما حضرتك ذكرت، ما هو أقصى طموح ممكن أن تتوقعه من الأمم المتحدة كخطوات ضد هذه البلطجة السياسية كما أسميتها حضرتك؟ يعني أختي الكريمة، عندما ننتظر منذ أكثر من 10 شهور حكم محكمة عدل دولية، و جنوب أفريقيا تهدد بشكل مباشر، يعني رسائل وصلت جنوب أفريقيا بشكل مباشر، وتقول جنوب أفريقيا رغم كل ذلك أنا ذاهبة لتقديم دعوة أخرى بالوثائق على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني. وحتى الآن لم يخرج قرار من المحكمة لأنه لاعتبارات أخرى. عندما يتحدث كريم خان المدعي العام أنه تمارس عليه ضغوط بشكل أو بآخر لمنعه من إصدار مذكرات إيقاف، فرغم كل ذلك يحاول قدر المستطاع أن يصدر مذكرات. هذا بالتأكيد ما يحدث في العالم. نحن نعلم أن ما يصدر من الجمعية العامة لن تكون ملزمة الاحتلال، وقرارات مجلس الأمن طالما أنها ليست تحت الفصل السابع ولن تكون تحت الفصل السابع طالما الأمر يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، فبالتالي لن نجد من يكبح جباح الاحتلال. لكن هل نسلم ونيأس ونقف مكتوفي الأيدي؟ لا، نحاول حراك دبلوماسي. يعني هناك خطة فلسطينية لتقديم مشروع طبعا في الجمعية العامة المتحدة في 17 و18 الشهر الجاري للمطالبة من العالم إلزام الاحتلال الانسحاب من أراضي الدولة الفلسطينية. قد ينجح هذا القرار، قد يفشل، وإذا نجح ما هي أدوات تنفيذه؟ صفرية، كما هي قرارات محكمة العدل الدولية أدوات تنفيذ صفرية. لكن كما أشرت نحن لا نريد أن نرفع الرأي ونستسلم، نحاول قدر المستطاع أن نحرج العالم وأن نقرع هذه الأجراس عشان أن يأتي متغيرا. هذا العالم أختي الكريمة تشكل بعد الحرب العالمية الثانية لمصلحة طبعا والحفاظ على مصالح الأقوياء والمنتصرين وليس على مصالح الضعفاء. للأسف نحن ضعفاء في هذا العالم. نعم، بشكرك شكرا جزيلا دكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، شكرا جزيلا لك.